يعود فصل الشتاء إلى محافظة بابل لتفضح أمطاره في كل عام سوء الإدارة والإهمال، فيطفح الفساد الحكومي فوق مياه المجاري المتهالكة. ومثل حال معظم محافظات العراق، تغرق مناطق بابل بمياه الأمطار التي من المفترض أنها مياه خير وبركة، لكن الحال ليس نفسه بالنسبة لسكانها، حيث المنازل غارقة والتنقل بين الأحياء والمناطق صعب للغاية. أمطار عندنا، بيوت هنا فاضت، الناس عاشت بالطابق الثاني، عندنا شوارع هاي تعبانة، يعني كل النواحي احنا، مع الرغم انه هي الأمطار خير. طفل إذا طلع من البيت شلون يعبرها؟ زين المدرسة، اطلع على مود هاي المياه، هاي ماكو صرف مياه، خلي يجون يشوفون هاي عمل المياه بالشوارع. النتيجة هذه تحاكي سنوات من سرقة المال العام، وغرق مناطقنا يفضح انهيار شبكة المجاري، يقول سكان مدينة الحلة. البيوت فاضت، المنطقة فاضت، الشوارع فاضت، ماكو فد، يعني ماكو حتى سحب ماكو. إذن لو أكو مجاري صحيحة كان ما صار هالشي هذا، إذن المجاري فاشلة. واليوم لا يملك مسؤولو محافظة بابل غير الاعتراف بالحقيقة التي لطالما حاولت حكومات ما بعد عام 2003 التكتم عليها أو إنكارها. حقيقة في مركز مدينة الحلة خدمات المجاري فيها تكاد أن تكون معدومة، تبلغ النسبة 17%، وفي عموم محافظة بابل هي 6%. إذا لم تكن هناك مشاريع استراتيجية، أنا يعني أجزم أنه المشكلة ستستمر ولا تنتهي وتتفاقم كل عام. انتهت الأعذار مع هطول مياه الأمطار، وقررت الحكومة التحرك لحل المشكلة لتعلن تعطيل دوام المدارس لعل المياه تجف في أقرب وقت ممكن.